أود في البداية أن أرحب بكافة السيدات والسادة الحاضرين في أشغال هذا اللقاء التشاوري المتعلق بالإخبار والتشاور حول برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سبع القنيطرة، وهو اللقاء الذي يعتبر من المراحل الأساسية لإعداد هذا البرنامج أمام بمقتضيات قانون التنمية رقم 11 و14 المتعلق بالجهات، وكذا المراسيم المتعلقة بتحديد مصطلحات إعداده وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. كما نكمل عقد هذا اللقاء التشاوري على مستوى إقليم قنيطرة تكريسا لمبدأ التواصل من جهة وتفعيلا لمبدأ التشخيص التشاركي، فضلا على اعتماد مبدأ الفرد لتحديد الحاجيات والانتظارات أملا في بلورتها إلى خطط ناجعة وفعالة قادرة التنفيذ على أرض الواقع. حضرات السيدات والسادة، لا يفوتني تذكيركم أن المخططات الاستراتيجية للجامعات الترابية والمتمثلة في برامج التنمية الجهوية وبرامج التنمية الأقاليم وكذا برامج عمل الجامعات، فضلا على كونها قد غدت إجراءات أو أدت إجراء إلزامي يفرضه القانون، فإنها تعتبر كذلك الوثيقة المرجعية التي توجه الفعل التنموي وفقا لرؤية تنموية ذات أبعاد جهوية وإقليمية ومحلية، تستند على مبادئ الشراكة والتشارك واعتماد مرتكزات الحكامة المحلية وسيادة القانون، وتدبير المجال البيئي على أسس مقاربات التنمية المستدامة وجعل العنصر البشري في صلب الأهداف التنموية، وكذا الاستهداف المتوازن لجميع المجالات الترابية المكونة للجهة وانخراط كافة المتدخلين في العملية التنموية وتجانس وتناغم واندماجية وتنسيق وقيادة الفعل التنموي المتعدد القطاعات. كما أن هذه المخططات تؤسس لرؤى استراتيجية واضحة المعالم لتوجيه عمل الجماعات الترابية خلال الفترة الانتقالية، وهو ما من شأنه أن يسهل مأمورية وانشغال الهيئات التنفيذية والتقريرية للجماعات الترابية. إن إعداد برنامج التنمية الجهوية بتشارك وتشاور وثيقين مع المكونات الترابية للإقليم من شأنه أن يحقق مجموعة من الأهداف المتمثلة فيما يلي: ولن تحقيق اتقائية واندماجية بين المشاريع الجهوية والإقليمية المحمولة من طرف الجامعات الإقليم أو المحمولة من طرف القطاعات الحكومية الممثلة الترابية. تبويب الجهة كانت رافعة للدفع بالعجلة الاقتصادية للإقليم وجعلها مكملا أساسيا للبرامج الترابية والقطاعية للإقليم ومساهما فعالا في مشاريع التنمية الاقتصادية المهيكلة الكبرى التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة. إنعاش قطاع التشغيل وتأهيل حواضر الإقليم لتكوين بيئة حاضرة للمقاولات والاستثمار، وهو ما يتماشى مع اختصاصات مجالس الجهات. تسريع مخططات التصنيع والنهوض للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وضع خطط تكوين العنصر البشري. النهوض بالسياحة القروية والصناعة التقليدية وتشجيع المنتوجات المجالية وغيرها من القطاعات التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات. حضرات السيدات والسادة، بمناسبة إعداد برنامج التنمية الجهوي لا بد من استحضار بعض الخصوصيات والتذكير ببعض النقاط الأساسية التي يجب مراعاتها عند عملية الإعداد والمتمثلة فيما يلي: أولاً، استحضار أهمية الإقليم ومؤهلاته ومساهماته في الاقتصاد الجهوي كإقليم فلاحي وصناعي صاعد، فضلاً عن باقي مؤهلاته الطبيعية الغابوية والبحرية وموقعه الاستراتيجي ضمن مكونات الجهة، والذي يؤهله للقيام بدوره المجالي في خلق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يبرر إيلاءه الأهمية التي تتماشى مع مؤهلاته وإمكانياته ومساهماته الفعالة في معاش اقتصاد الجهة. اغتنام فرصة إعداد هذا البرنامج يجعله مدخلا لاستكمال المخططات الاستراتيجية الإقليمية بمخططات تكميلية لتكميل المكتسبات المحققة وإضافة القيم المضافة عليها، وذلك لمواكبة ومسايرة الدينامية التي يشهدها الإقليم على مختلف المستويات والقطاعات. الترابية التابعة للإقليم لإعطاء انطلاقة برنامج عملهم في أقرب وقت ممكن بالموازاة مع إعداد البرنامج الجهوي تحقيقا للاتقائية والتناغم بين المخطط الجهوي والمخططات المحلية. كما أدعو كافة الفاعلين العموميين المنتخبين ومصالح الإعلام المركزة وكافة المصالح الترابية للإقليم لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لمصالح الجهة لتمكينها من إعداد برنامجها عبر مدها لكل المعطيات والبيانات والاستمارات
المطلوبة أملا في تحقيق المقاربة التشاركية المطلوبة وإعداد برنامج تنموي للجهة على أسس سليمة. وخلد في الصالحات فكرة وقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي حسن وسمو الرشيد صاحب السمو الملكي الأمير الرشيد مولاي رشيد وكافة أفراد أسرة الملكة الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشريط الساحلي اللي هو من اروع ما يكون، من اجمل ما يكون،
الحمد لله ما تستغلش الحديقة ما دروز مو لأن كان بدروز مو مستغل شيء لأن هذا الحمد لله كان عندنا نظر جديدة على واحد الفكر جديد نفس الأوكازيون دون بروفيتي فهاد الطبيعة اللي كنديرو في الجوار ديال السياحة ما كنهضرش على السياحة كيفاش نشتغلو كذلك معكم على الخلية ديال لا ليزون ما بين المهدية وما بين المنطقة ديال ولاد برجات إذا كان أن بون كيديرو ليها الأخرى غادي يعطي واحد الوجهة واحد المحكمة الإكسبلوزيون ديال هاد المنطقة ولا غادي تكون استقلالية حيت مثلا دابا كنشوفو هاد الهنايا ديال كيوان دو بحال سيفا بلاصون ولكن باش توصلها خصك دير واحد الفيديو مع السيد الرئيس السابق والسيد الرئيس ديال المنطقة كي تخي ديفيزي وبالتالي كيستعملوها بعض الناس بعض المقالب اللي هي معندها عندها علاقة بالكلية دونك إلا كانت هاد الخدمة هاد الصورة سلام نزيدو باش نبدا باش نكون أن ديماراج ديال السياحة الشاطئية ونشتغلو على 140 كيلومتر سهلة بالفم باش نستعملوها باش نستعملوها بوكو ديفور و بوكو دابا بيان سور سا سون زوبلي سي دو تي بي لي دو بوتونسيال لي كي سون زوبلي لي سون زوبلي لي كي سا هادو لي معروفين ولكن الاخرين كلهم راه في كما يستعملون في اغلب الاحيان بشكل عشوائي نقصوا فوا دو فالي هان فيرتي لي كي انا نستعملوهم بواحد الشكل معقول ولا غادي يكون عليهم بون جو با سي ترو باش ما ناخذوش الوقت اللي في الرئيس كنشكركم مره اخرى على المبادره الطيبه والمبادره الحسنه ونطلبوا الساده الرؤساء مرحبا بكم لي كلهم باسميه كلهم بصفته لي انه يستحقنا على هذه المبادره ديالهم ونشكرهم بالحضور ديالهم سميتكم السيد الرئيس كل الاعضاء الجهوي والتقدم الجهوي نشكركم على هذه المبادره والله يحفظكم ان شاء الله.